أهلا بكم إلى العرب اليوم من التلفزيون العربي من لندن وتتابعون به. إيران تجدد مقترحها بتوقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول الخليج وتقول لا حوار في الأفق مع واشنطن. باريس تصف الحرب في اليمن بالقذرة وتطالب السعودية والإمارات بوقفها. شلل شبه تام في الخرطوم بعد استجابة واسعة لدعوات قوى الحرية والتغيير لإضراب عام. مظاهرات طلابية في الجزائر وقائد أركان الجيش يدعو لتبني الحوار. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه ليست هناك حاجة إلى وساطة مع الولايات المتحدة حاليا وقللت من فرص الصدام العسكري مع واشنطن، بينما قال الحرس الثوري أنه لا يخشى احتمال نشوب حرب ضد الولايات المتحدة. هذا وقد أنهى معاون وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي جولة خليجية زار خلال عمان والكويت وقطر بعد زيارة محمد جواد ظريف وزير الخارجية إلى العراق. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن طهران تأمل في موافقة الدول الخليجية على اقتراح إيران بتوقيع اتفاقيات عدم اعتداء. عود على بدء، الاتفاق النووي أساس لأي مفاوضات إيرانية أمريكية تقولها طهران باختصار. مفاوضات لا ترى الدبلوماسية الإيرانية آفاقا لها حتى الآن، لكنها تصر عليها مع جيرانها خاصة العرب وتحديدا الخليجيين. هي مرحلة دبلوماسية جديدة، يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. السعي للالتفاف على العقوبات إضافة إلى سحب الورقة الخليجية من يد واشنطن أبرز ما قد تكون طهران تسعى إليه. إيران تهتم بالأفعال وليس بالأقوال، نحن لم نغادر طاولة المفاوضات. الاتفاق النووي كمرجعية لا يزال حيا، لا نتفاوض مع أمريكا ولا نرى أفاقا للمباحثات معها ونبقى نراقب التطورات. تغيب الشروط الاثني عشر عن التصريحات الأمريكية ويحضر السلاح النووي، سلاح تكرر طهران القول بأنه ليس ضمن استراتيجيتها الدفاعية بل إنه محرم شرعا أيضا. ووسط ما يصفه الدبلوماسيون الإيرانيون بالتصريحات الأمريكية المتناقضة، تواصل المفاعلات النووية الإيرانية تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي وفق قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. هو انتقال من مرحلة صبر استراتيجي إلى تحرك استراتيجي كما يقولون هنا. لقد بات الأمريكيون أكثر أدبا عند مرورهم بمضيق هرمز، وبالنسبة لنا لم يتغير شيء. لقد أعددنا أنفسنا لمختلف السيناريوهات. تغير لحن ترامب في اليابان لم يفعل الكثير في إيران. صحيح أن رئيس الوزراء الياباني وكذلك رئيس الوزراء العراقي سيزوران طهران في الأسابيع المقبلة، وسبق وأن زارها عدد من الوفود علنا وسرا، لكن رغم ذلك بالنسبة لطهران المرحلة ليست مرحلة وساطات. يجب أن تنهي أمريكا أسلوبها و سلوكها العدائي ضد إيران حتى تتسنى الظروف لحوار ندي بعيد عن الضغوط بين الطرفين. يطول الحديث عن التفاصيل، معقدة وكثيرة، لكن في الكواليس الإيرانية إجماع على رفض المفاوضات مع واشنطن حاليا، رفض مرهون ربما بترتيب الأوراق على الطاولة. حازم كلاس، العربي، طهران. إذن نواصل متابعة هذا الملف مع مراسلينا من طهران حازم كلاس ومن الدوحة سليمان نجار. حازم، يعني تقول بأنه في الكواليس هناك إجماع على أنه لا تفاوض مع الولايات المتحدة، ولكن الدبلوماسية الإيرانية التي تختتم على ما يبدو جولتها اليوم تقول بأنها مستعدة للحوار مع دول الخليج. كيف هي الأصداء الآن في طهران لناحية نجاح أو فشل هذه الجولة الدبلوماسية؟
في الواقع كما ذكرت تماما نجلاء، إيران ترفض بأي شكل من الأشكال التفاوض مع الإدارة الأمريكية حاليا، لكنها يعني تبدو مصرة بشكل كبير وتحاول بشتى الطرق أن توصل لرسائلها إلى دول المنطقة وتحديدا الدول الخليجية من أجل فتح نوع من التعاون أو الحوار أو أي نوع من التعاون، خاصة في الجوانب الأمنية من خلال التوقيع ربما على اتفاقيات عدم اعتداء متبادل. وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها إيران هذه القضية بطبيعة الحال، خاصة على الدول الخليجية. سبق لمحمد جواد ظريف أن طرح مشروع تأسيس مجمع للحوار الأقليمي، ولكن قبل سنوات إبان الاتفاق النووي عام 2015، ولكن لم يكن هناك أي استجابة من المحيط العربي القريب من إيران بطبيعة الحال. اليوم تجدد إيران هذه الدعوة ولكن بشكل مختلف بالتركيز على الشق الأمني. يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران تنتظر ردود الدول الخليجية وتأمل بأن تكون هذه الردود إيجابية، ولكن بطبيعة الحال العارف بربما أوضاع أو علاقات إيران مع الدول الخليجية أو خاصة مع بعض الدول الخليجية، ونتحدث هنا بالتحديد عن السعودية والإمارات والبحرين، ربما يدرك تماما أن هذه الاتفاقيات قد لا تأخذ طريقها إلى التنفيذ خاصة مع هذه الدول، ولكن الدول الأخرى هي دول بطبيعة الحال تربطها علاقات جيدة مع إيران، نتحدث عن قطر وعمان والكويت. لذلك سواء تم التوقيع على هكذا اتفاقيات أو لا، لن يكون هناك من تغيير على أرض الواقع، ولكن هي محاولة للضغط على الإدارة الأمريكية أمام الرأي العام العالمي من أن إذا كانت واشنطن تتهم طهران بأنها تشكل خطرا على محيطها، فها هي تبادر لتوقيع اتفاقيات عدم اعتداء، فليكن الطرف المقابل هو من يرحب بهذه المبادرة. وكما شاهدنا كان لها أصداء دولية، وزير الخارجية الروسي رحب بهذه الخطوة، وكذلك أطراف أخرى. إيران تتأمل أن يكون هناك استجابة لهذه الدعوة. أتحول إلى سليمان نجار في الدوحة، يعني عراقجي موجود في قطر والتقى وزير الخارجية القطري، كيف كانت أجواء هذا اللقاء؟ وأيضا يعني استكمالا لما ذكره حازم بأن يعني هناك أجواء إيجابية ربما من هذه المحادثات التي كان بدأها عراقجي في الكويت وفي عمان، ماذا لديك؟ نعم، بالتأكيد هذه المحادثات تجرى في أجواء إيجابية بين كل من طهران والدوحة، بين عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني ووزير الخارجية القطري الذي استقبله اليوم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. هذه المحادثات هي ليست الأولى بين الدوحة وطهران، سبقها زيارة غير معلنة لوزير الخارجية نفسه إلى طهران، ربما في محاولة لنزع فتيل الأزمة بان تصاعدها، بداية من إرسال الولايات المتحدة الأمريكية قواتها إلى الخليج. سارعت الدوحة إلى إرسال وزير الخارجية إلى هناك بعلم أمريكي في محاولة لنزع فتيل هذه الأزمة أو البحث عن مساحات وسط بين الطرفين لمحاولة تجنيب هذه المنطقة ويلات أي تصعيد. وزير الخارجية في وقت سابق كان عبر قبل نحو أسبوعين كان عبر بشكل واضح عن موقف الدوحة، وقال إن الإجراءات أحادية الجانب لا تخدم هذه المنطقة، داعيا في الوقت نفسه إلى الحوار وقائلا إن المنطقة لا تتحمل مزيد من التصعيد. بالتأكيد الدوحة كدولة خليجية مؤثرة في محيطها الخليجي ومحيطها أيضا الإقليمي وربما بعض من تأثيرها العالمي، قادرة على لعب دور وساطة من نوع ما بين طهران وواشنطن. لكن بحسب بعض الأخبار التي رشحت عن غير مصادر قطرية، لابد أن يعني القمم الثلاثة التي ستجرى من غير مصادر قطرية رشحت بعض الأخبار من أن عراقجي يبدو أن هناك يعني تأخير في وصول الصوت. يعني فقط كنت أريد أن أستفهم إن كانت موضوع القمم الثلاثة المقبلة في السعودية كانت أيضا محور لقاء عراقجي مع وزير الخارجية، يعني بسياق ما ذكرت.
لابد أن القمة الإسلامية التي ستجرى في مكة المكرمة نهاية هذا الشهر لابد أنها كانت ضمن الأمور التي تمت مناقشتها. إيران واحدة من أكبر الدول الإسلامية سكانا، وأيضا الدوحة والعلاقات بين الدوحة والرياض وهي علاقات مقطوعة، لابد أنها كانت ضمن هذا الموضوع. ولكن عرقجي أكد على ما أكد عليه في كل من مسقط والكويت، أكد على أن أمن إيران وأمن المنطقة هي حالة واحدة، وهو أمن اقتصادي وسياسي بالدرجة الأساس. وربما كانت هناك دعوة لتوقيع معاهدة لعدم الاعتداء، لكن كثير من المراقبين يرون أن هذه الزيارة هي زيارة علاقات عامة، وهي محاولة إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي وإحراج الولايات المتحدة من أن أقرب الناس إلى طهران، التي تقول واشنطن أنها تزعزع الاستقرار على الأقل 3 دول في الشاطئ الجنوبي للخليج العربي. هي 3 دول ضد التصعيد في هذه المنطقة، بل تحتفظ بعلاقات طيبة نسبيا مع طهران. نعم، شكرا جزيلا لك سلمان النجار من الدوحة، وأيضا أشكر حازم كلاس من طهران. جدد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون مطالبة السعودية والإمارات بإنهاء الحرب الدائرة في اليمن، ووصف في تصريحات صحفية اليوم وصف الحرب الدائرة هناك بالقذرة. ودعا النائب الشيوعي الفرنسي بيير دارفيل إلى تجميد مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية، وذلك عقب إعلان موقع ديسكلوز للتحقيقات الاستقصائية عن وصول سفينة شحن سعودية جديدة إلى ميناء فوسور جنوبي فرنسا لتحميل ذخيرة. وللمزيد من المتابعة بشأن تصريحات الوزير الفرنسي نتحول لمراسلنا في العاصمة باريس محمد الحاجي. محمد، نرصد معك الموقف الفرنسي، وهل ستكتفي فرنسا بمجرد التصريحات أم هي تقوم بإجراءات عملية وملموسة مثل وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية من أجل وقف الحرب في اليمن؟ بالفعل جمال، تصريحات لودريون تصريحات قوية جدا، وصف الحرب بالقذرة كما ذكرت. هذه الحرب التي تقسم الشارع الفرنسي، والتي تضع الحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحشره في الزاوية، إذ أنه يواجه منذ فترة طويلة ضغط الجمعيات الحقوقية والإنسانية وأيضا الأحزاب اليسارية كالحزب الشيوعي الداعية دائما إلى وقف تصدير الأسلحة وبيع الأسلحة إلى ما يسمى التحالف العربي. تصريح لودريون اليوم جاء ولأول مرة من مسؤول رفيع المستوى بخصوص هذه الحرب، إذ أن وزيرة الدفاع الفرنسية وحتى رئيس الجمهورية طالما يعني أخفيا نيتهما بيع الأسلحة التي تستعمل في الحرب في اليمن. قال دائما بأن هذه الأسلحة لا تستعمل في الحرب في اليمن، ونعرف تماما هناك ضغط يعني مجتمعي كبير على الحكومة الفرنسية. هذا الضغط الذي تمثل في مظاهرات في ميناء لوآفر أدت إلى رجوع سفينة بحر ينبع السعودية القادمة من جدة لتحميل أسلحة والعودة بها إلى السعودية. اليوم هناك أيضا تصريح آخر لوزيرة الجيوش فلورنس بارلي التي قالت بأنه لا حل في اليمن إلا بحل سياسي، وأيضا هذا تطور آخر لموضوع لأزمة الحرب في اليمن. إذن تصريحين مهمين اليوم قد يضعان أيضا نقاط الحروف، وأن فرنسا قد فعلا أصبحت واعية لخطورة تورطها في بيع الأسلحة. طيب، هل يعني ذلك محمد الجمعية الحقوقية بأن اليمنيون يقتلون بأسلحة؟ نعم، هل يعني ذلك بأن فرنسا يمكن أن تتخذ قرارا بوقف صادرات السلاح إلى السعودية؟ هي لم تتخذ القرار حتى الآن، هل يمكنها أن تتخذ هذا القرار أو هي في وارد اتخاذ هذا القرار في الأيام المقبلة، أسوة بدول أوروبية أخرى على رأسها ألمانيا اتخذت هذا القرار ومنعت تصدير الأسلحة إلى السعودية؟ فرنسا نفت دائما بأنها تبيع الأسلحة التي تستعمل في اليمن كما ذكرت على مستوى رئيس الجمهورية وأيضا على مستوى وزيري الدفاع والجيوش. لكن من تصريحات الوزيرين أعلى وزيرين للدفاع والجيوش واضح بأن فرنسا لديها النية في إحجام البيع بشكل مكثف للسعودية، وخاصة أن السعودية هي مصدر، فرنسا هي مصدر مهم للسعودية الأسلحة. ويبدو من خلال التصريحات بأن هناك نوع من التفكير في إعادة
ضبط هذه التجارة، ضبط هذه الأسلحة، ضبط هذه الصفقات مع السعودية. يتهم ماكرون بأنه يفضل الصفقات على حقوق الإنسان، وبأن هناك من يقتل تحت عبارة صنع في فرنسا. لذلك واضح من خلال تصريحات لدوغيون وبارلي بأن هناك نعم. إعادة نظر قد تكون في الأيام المقبلة لتوقيف وإيقاف بيع الأسلحة بهذه الكمية الضخمة نعم. للتحالف العربي. محمد الحاجي مراسلنا في باريس، شكرا لك. نبقى في الشأن اليمني، إذ أعلن الحوثيون في اليمن عن صفقة لتبادل الأسرى تم بموجبها الإفراج عن 400 أسير معتقلين في سجون تديرها الإمارات في جنوبي البلاد. في سياق متصل، أكدت مصادر سياسية مطلعة أن صفقة تبادل الأسرى تمت بناء على وساطة محلية خارج أي تفاهمات سياسية مرتبطة باتفاق السويد. تفاصيل أكثر عن هذه الصفقة ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء مراسلنا خليل القاهري. خليل، هل من تفاصيل إضافية عن هذه الصفقة، لا سيما أنها جاءت خارج إطار اتفاقات السويد، ماذا يعني ذلك؟ نعم جمال، في هذه الأثناء يتم استقبال الأسرى هنا في العاصمة صنعاء. في هذه اللحظات يجري استقبالهم وفقا للمصادر المحلية. هذه الصفقة جاءت بناء على وساطات محلية، ويقول الحوثيون بأن اللجوء لهذه الصفقة بناء على الوساطة المحلية يأتي بعد أن عرقلت الإمارات والسعودية إتمام النقاش في ملف الأسرى الذي كانت تجري مفاوضاته في العاصمة الأردنية عمان كما يقولون. والمصادر في لجنة الأسرى التابعة للحوثيين قالت بأنه خلال الفترة الماضية لم يمضي أسبوع تقريبا إلا وتتم فيه صفقة لتبادل الأسرى، يعني سواء بعدد كبير أو بعدد أقل أو حتى بعدد محدود من هذه الصفقات. حوالي 4 إلى 5 صفقات تبادل الأسرى تمت خلال الفترة الماضية، أي من بعد توقيع اتفاق أو تفاهمات السويد. وهذا التبادل الأمس الذي جرى ل400 أسير من كل طرف يعد الأكبر من نوعه خلال الفترة الماضية، بل ربما أيضا خلال سنوات الصراع الماضية، ويدل على أن هناك ربما توجه أو صبغة إنسانية بدرجة أولى غير الصبغة السياسية التي يفترض أن تحلحل موضوع ملف الأسرى بشكل كامل. مراقبون يتوقعون بأن مهما تم من صفقات لتبادل الأسرى على هذا الغرار أي بوساطات محلية، إلا أن ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى حل شامل لملف الأسرى والمعتقلين وفقا لتفاهمات السويد. ذلك أن تفاهمات السويد تشترط أن يطلق الأسرى والمعتقلون والمخفيين قسرا بشكل كامل، وذلك كإطار سياسي ملزم لجميع الأطراف من أجل الانتقال إلى مرحلة تالية. في العموم كنا قد أعددنا تقريرا حول هذا الموضوع، يمكننا ويمكنكم أيضا والمشاهدين متابعته في السياق التالي. خطوة مفاجئة خارج التفاهمات السياسية والاتفاقيات الموقعة بين أطراف الصراع. 400 أسير لدى كل طرف تم الإفراج عنهم بموجب صفقة تبادل بينهما. الصفقة تمت بناء على وساطة محلية نجحت في إتمامها دون عراقيل وخارج اتفاق السويد. مصادر في لجنة الأسرى التابعة لجماعة الحوثي تحدثت عن تفاصيل الصفقة بأن 400 أسير من أسرى الجماعة تم الإفراج عنهم مقابل عدد مماثل من أسرى الطرف الآخر، وخاصة من مقاتلي المقاومة الجنوبية المدعومة من الإمارات. عملية تبادل الأسرى الأخيرة كانت قد سبقتها بأيام عملية أخرى، ووفقا لإعلام الحوثيين ورئيس لجنة شؤون الأسرى لديهم عبد القادر المرتضى، فإن 66 أسيرا منهم تم إطلاق سراحهم من قبل الجانب الحكومي يوم الأحد الماضي مقابل عدد مماثل في جبهة الساحل الغربي بوساطة محلية أيضا. القوات الحكومية أفرجت كذلك عن 33 أسيرا من جماعة الحوثي في جبهة الساحل الغربي مقابل إطلاق الجماعة سراح المعتقل أحمد عباد المرقشي الذي بقي معتقلا في صنعاء منذ نحو 12 عاما في قضية جنائية. صفقة مماثلة أفضت أيضا إلى تبادل 33 أسيرا من الحوثيين في جبهة الساحل الغربي مقابل 12 من جنود القوات الحكومية.
المصادر الحوثية اتهمت الإمارات والسعودية بعرقلة ملف الأسرى في أعقاب مشاورات السويد التي توقفت بشكل شبه كامل، حيث كان مقررا بناء على نتائج المشاورات إطلاق كافة الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا من قبل كل طرف. ما جرى في الساحل الغربي وفي أكثر من منطقة من تبادل الأسرى هو الهروب إلى الأمام وليس حل، وإنما تجزئة للحلول وتفتيت للحلول، ولن يفضي إلى الحل الكبير والحل السياسي الشامل في اليمن. يضاف إلى ذلك أن صفقات التبادل للأسرى على هذا النحو لا يوازيها أي تقدم إيجابي في جبهات الاقتتال الداخلي التي تحتدم معاركها بشكل يومي، خاصة في الضالع وتعز والبيضاء. الطابع الإنساني يبدو الأبرز في صفقات تبادل الأسرى فيما يغيب عنها البعد السياسي، مثلما سيطر التعثر على ملف الأسرى ومفاوضاته في عمان. خليل القاهري، العربي، صنعاء. العربي اليوم متواصل معكم ونتابع فيه. مقتل وإصابة العشرات في غارات جوية لقوات النظام السوري على جبل الزاوية في إدلب. أهلا بكم من جديد. بدأت المعارضة السودانية إضرابها العام اليوم والذي سيستمر لمدة يومين، فيما شهدت الشوارع السودانية استجابة واسعة حيث أقفلت العديد من الشركات الخاصة والمقرات الحكومية أبوابها. وتأتي دعوة المعارضة للإضراب للضغط على المجلس العسكري الحاكم لنقل السلطة للمدنيين بعدما تعثرت المفاوضات بين الطرفين. أهلا بكم إلى نافذتنا اليومية من العاصمة السودانية الخرطوم، حيث نناقش فيها الحراك الثوري وتطورات الوضع السياسي على المشهد السوداني. شارك عدد من المنشآت الحيوية من القطاعين العام والخاص في الإضراب العام الذي دعت إليه قوى الحرية والتغيير، وتوقفت عدد من الرحلات الجوية في مطار الخرطوم بعد مشاركة موظفي وعمال عمال المطار في إضراب العام. ومن المنتظر أن يستمر الإضراب حتى يوم غد الأربعاء كخطوة أولى نحو عصيان مدني شامل في حال لم يستجب المجلس العسكري الانتقالي إلى مطالب الحراك الثوري بنقل السلطة إلى مدنيين. وللمزيد من التفاصيل معنا الزميل محمد المشد من ميدان الاعتصام في العاصمة الخرطوم. محمد، هل يمكن أن تطلعنا اليوم على مجريات الإضراب العام؟ كيف كان الإضراب العام وما هي نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي حصل ودعت إليه قوى الحرية والتغيير؟ نعم يا أحمد، نحن بالفعل هنا في ميدان الاعتصام، حيث هناك حالة من التفاؤل العامة بالنسبة لمجريات الإضراب الذي بدأ صباح اليوم. قمنا باستطلاع بعض الآراء وبعض الآراء من الموظفين ممن شاركوا في الإضراب الآن، وجدنا تجاوبا كبيرا خاصة في القطاع المصرفي من البنوك العامة والخاصة. ربما هناك نوع من الشلل المالي في البلاد بسبب إضراب الموظفين، أيضا في قطاع الطيران وبعض القطاعات المدنية. من الملحوظ أن القطاعات الأمنية كانت كلها تعمل بشكل طبيعي، وربما كان هناك انتشار أوسع من قوات الرد السريع على غير العادة. لاحظنا في خروجنا اليوم أن الإضراب كان له عدة تجليات، منها خروج الموظفين خارج المنشآت، منها البعض ممن دخل وذهب إلى مقر العمل بدون مباشرة عملهم داخل المقرات، ومنهم من باشر عمله بشكل طبيعي ولكن أخذ ساعة أو ساعتين للإضراب. بعد الدوام خرج العديد من هؤلاء القطاعات المهنية، وهناك 160 قطاع مهني وقعوا على دفتر حضور الثوري للمشاركة في الإضراب. العديد منهم خرجوا في مسيرات، بدأوا يتوافدون الآن إلى الميدان استعدادا لليلة حافلة. من الملحوظ أن قوى الحرية والتغيير ممن تحدثنا إليهم من قيادي
حركة، قالوا يعني تشجعوا وهناك حالة من التفاؤل من الإضراب، مما دعاهم للإصرار على المضي قدما في الإضراب غدا، ثم التصعيد لعصيان مدني شامل إن لم يستجب المجلس العسكري الانتقالي لمطالبهم، تحديدا في المجلس السيادي الانتقالي حتى يكون المجلس السيادي مجلس مدني أكثر من أي شيء آخر. فالمجلس العسكري رفض هذا ويريد أن يكون الغلاء للعسكريين داخل هذا المجلس. أيضا كان هناك ممثل من الاتحاد الإفريقي أجرى حوارا صحفيا اليوم، أدى فيه استعداد الاتحاد الإفريقي لأن يكون وسيط بين القوى المدنية والمجلس العسكري للوصول لحل لهذه المفاوضات إن لم يصلوا لحل من خلال العملية القائمة حاليا. يعني الآن خرجنا اليوم للعديد من المنشآت وأعددنا هذا التقرير لنطلعكم على مزيد من التفاصيل من إضراب اليوم. لا يضربون وحسب، بل يهددون بتصعيد يصل إلى عصيان مدني شامل. مؤسسات حكومية وشركات خاصة شاركت في أول يوم لإضراب السودان، إضراب سيمتد ليومين كخطوة أولى. التغيير نحن معاهم، قال احتصام سنة بنحتصم سنة، قال فضوا احتصام من فضي، قال إضراب بنضرب، بيقولوا هو الحرية التغيير نحن معاهم. الحرية والتغيير لجأت إلى هذا الخيار بعد تعثر المفاوضات مع الجانب العسكري حول نسب التمثيل في المجلس السيادي وفشل تحقيق أي خرق في الجولات الأخيرة من المفاوضات. وإذا لم نتفق أيضا سنصعد، ووسيلتنا كما ذكرت هي الوسيلة السلمية المدنية، واللي هي المواكب والإضرابات والاعتصامات والعصيان الذي يمكن أن نصل إليه إذا لم نتوصل إلى اتفاق، ولكننا نتمنى ألا نصل إلى الإضراب المفتوح. الشارع السوداني يبدي تفاؤله بالإضراب العام ويدعو جميع الأطراف المتفاوضة إلى إبقاء الأمر داخل البيت السوداني دون إشراك لاعبين إقليميين أو دوليين. الجميع يراهن على ثقله في الميدان. الحرية والتغيير تشحن تكتلاتها السياسية لتقدم نفسها كممثل وحيد للحراك الشعبي، في حين أن المجلس العسكري يحاول قطع الطريق عليها طاعنا في ممثليها وشعاراتها ومدعيا أنها ليست الممثل الوحيد لمطالب الحراك. محمد المشاد، العربي، الخرطوم. شكرا للزميل محمد المشاد، كان معنا من ميدان الاعتصام هنا في العاصمة السودانية الخرطوم. ولمزيد من التفاصيل أستضيف هنا المحلل السياسي بشير أربجي، أهلا بكم. اليوم نعرف أن كان هناك إضراب عام دعت إليه قوى الحرية والتغيير، السودان لديه رصيد نضالي كبير في العصيان المدني والإضراب السياسي، فقد أسقط بثورة أكتوبر 1964 حكومة. هل تتوقعون من هذا الإضراب أن يأتي بنتيجة بالضغط على العسكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الإضراب السياسي هو تقليد سوداني معروف، يعني هو أسقط حكومة الفريق إبراهيم عبود في 64 تحت نفس العنوان الإضراب السياسي والعصيان المدني. والآن المشاركة في الإضراب السياسي الذي يعلن عنه لمدة يومين من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير هي مشاركة كبيرة ومبشرة في اليوم الأول، حيث شملت قطاعات حيوية كبيرة مثل بنك السودان والكهرباء وشركات الاتصالات وشركات الخاصة الكبرى مثل شركة دال بجميع أفرعها وشركات الصناعات والمواد الغذائية في السودان الشركات الكبرى. فيبدو أن هذه الجولة ستكون الأخيرة ما بين قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى الثورة السودانية وما بين القوى المتمسكة ببقاء النظام السابق في سدة الحكم. المجلس العسكري كان على اطلاع بأن قوى الحرية والتغيير كانت تدعو إلى إضراب عام في حال فشلت المفاوضات، فشلت المفاوضات ودعت إلى إضراب، وشارك اليوم الكثير من المنشآت في هذا الإضراب، والمجلس العسكري لماذا ينصاع إلى الإضراب؟ لماذا يتأثر بالإضراب أصلا؟ الإضراب أول ما سيؤثر في الشارع السوداني، سيؤثر على الشعب. لا سيدي، المجلس العسكري يتأثر أيضا بالإضراب، لأن المجلس العسكري يحتكم على عدد كبير جدا من الجنود والقوات الأمنية التي ترى انتشارها في الخرطوم، وهي بالتأكيد تحتاج إلى الأموال لتسيير أمورها،
وكما شهدت الآن اليوم يعني كان هناك إضراب تام في بنك السودان بنسبة 100%. قبل الدخول إلى الاستوديو أخذت معلومة من أحد مدراء بنك السودان أن الإضراب في بنك السودان كان بنسبة 100%، وتقدمت قوات من الجيش والدعم السريع وحاصرت البنك وأغلقت الأبواب وهددت حتى يعني باستخدام القوة لفتح الخزنة حتى يتم صرف مرتبات جنود القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وتدخل مدير البنك خوفا على يعني على تطور الأوضاع وخروجها عن اليد، وأمر بصرف الأموال المخصصة للقوات المسلحة. فبالتأكيد المجلس العسكري يتأثر أيضا بهذا الإضراب. يمكن القول بأن الشارع متفائل من هذا الإضراب العام، يعني اليوم نشهد أن المجلس العسكري الانتقالي يقوم بزيارات إقليمية. اليوم مثلا رئيس المجلس الانتقالي العسكري عبد الفتاح برهان يزور أثيوبيا، بالأمس كان في الإمارات، قبلها كان في مصر. هذه الزيارات المكوكية ربما بحثا عن الشرعية أو عن الدعم. هي بالتأكيد هذه الزيارات بحثا عن الشرعية، بدأت إرهاصاتها منذ بداية تسلم المجلس العسكري بطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الاتحاد الأفريقي مد فترة المجلس العسكري حتى ترتب الأوضاع في السودان، ومما اعتبره كثير من السودانيين والثوار بشكل خاص تدخل في الشأن السوداني. الشعب السوداني يطالب بحكومة مدنية، سلطة مدنية كاملة لا تدخل فيها للعسكر، قوى إعلان الحرية والتغيير الجزء المحرك للشارع منذ بدايات الثورة في ديسمبر المجيد. هي لا مانع لديها حسب ما تقول من أن يكون هناك أسنان من العسكر داخل المجلس السيادي يتم تعيينهم حتى يكون أحدهم وزير للدفاع والآخر وزير للداخلية، ولكن الشارع يرفض حتى وجود أي عسكري في المجلس السيادي ووجود أي سلطة عسكرية على الحكم المدني. يطلب سلطة مدنية تامة، يطلب مؤسسات غير المؤسسات التي قام عليها النظام السابق، لأن المؤسسات التي قام عليها النظام السابق كان فيها كثير من التجاوزات، سواء كانت تجاوزات في الفساد أو تجاوزات في القوانين والتشريعات وخلافه. شكرا لكم، شكرا على هذه المشاركة معنا. والآن أعزائي المشاهدين في ختام هذه النافذة نعود إلى الزملاء في لندن. أعلنت الخارجية الفرنسية في بيان عن امتلاكها مؤشرات على استخدام سلاح كيميائي في محافظة إدلب شمالي سوريا. تصريحات الخارجية الفرنسية تأتي فيما يتواصل قصف النظام على إدلب، حيث قتل 10 مدنيين بينهم 4 أطفال في غارات نفذها النظام السوري على منطقة الزاوية جنوب شرق المحافظة. يا عبيدة عبيدة، أمين أمين. بداية قمنا نحن كجبهة وطنية باستخدام المدفعية الثقيلة من أجل صد الحملة البربرية التي يقوم بها النظام على الريف الشمالي لحماه والريف الجنوبي لإدلب، وبنفس الوقت من أجل التمهيد النار لقواتنا التي ستقتحم بإذن الله بالأيام القليلة القادمة المناطق التي سيطرت عليها قوات الأسد مؤخرا. العرب اليوم من لندن متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. منظمة Human Rights Watch تتهم القوات المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين في سيناء. أهلا بكم من جديد. انتخب برلمان إقليم كردستان بأغلبية حضوره نيجرفان بارزاني رئيسا للإقليم، ووسط مقاطعة نواب غريمة الاتحاد الوطني الكردستاني الحاكم في السليمانية وحركة الجيل الجديد المعارضة. وتمكن الحزب الديمقراطي الحاكم في أربيل والذي ينتمي إليه الرئيس الجديد من حشد التأييد لبرزاني داخل قبة البرلمان ليصوت 68 نائبا لصالحه من مجمل مقاعد برلمان الإقليم البالغة 111 مقعدا نيابيا. هرمي كردستان ببي أو دستورة معاملة نيجرفان برزاني رئيسا لإقليم كردستان. برزاني جاء بعد مخاض عسير لبرلمان الإقليم الذي يسيطر عليه حزبه الديمقراطي الكردستاني ووسط مقاطعة غريمه الاتحاد.
انتظرناهم لأكثر من 8 أشهر أو قد وصل إلى 9 أشهر. خلال هذه الفترة حاولنا مرارا وتكرارا أن نصل إلى اتفاق نهائي بخصوص جميع المناصب في إقليم كردستان وفي بغداد، لكن للأسف لحد البارحة كان هناك توافق على اختيار السيد نجيبان بازاني لهذا المنصب، لكن للأسف اليوم تبدل الآراء. نجاح الديمقراطي في حشد تأييد 68 نائبا لرئاسة برزاني من مجمل مقاعد البرلمان البالغة 111، عصف بكل التوافقات الكردية. أن مقاطعة الاتحاد الوطني الكردستاني لجلسة اليوم قد تؤثر على اتفاقياتنا مع السابقة معه، لذلك أتوقع أن يكون الانقسام بين الحزبين في المستقبل أكثر وأوسع بعد مقاطعة الاتحاد لجلسة اليوم، وهو ما يربك عملية تشكيل حكومة الإقليم المقبلة. سياسة حافة الهاوية بين الفرقاء الكرد والمستمرة منذ انتخاب رئيس الجمهورية برهم صالح قد تثمر حكومة كردية من لون واحد ولأول مرة في تاريخ الإقليم. حزم الشرع، العربي، أربيل. يواصل الحراك الشعبي في الجزائر اليوم، إذ خرج الآلاف من الطلبة في العاصمة الجزائرية في تظاهرات ومسيرات سلمية طالبت بتنحية رموز نظام بوتفليقة وإبعادهم عن أي دور سياسي محتمل في المرحلة الانتقالية. في سياق متصل قال قائد أركان الجيش نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح إن الشعب الجزائري لا ينسى الفترة التي مر بها في التسعينيات، مضيفا خلال زيارته الناحية العسكرية السادسة أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد هو تبني الحوار الجاد والواقعي الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار على حد قوله. يبدو أن خيار الانتخابات الرئاسية بدأ يتصدر أجندة المؤسسة العسكرية بعد الرفض الأخير للفريق أحمد قايد صالح للفترة الانتقالية، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية. ويبدو أن المبادرات الأخيرة من قبل السياسيين لن تلقى صدى. السبيل الوحيد لحل الأزمة التي تعيشها بلادنا هو تبني النهج الحوار الجاد والجدي الواقعي والبناء المتبصر الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار. فسيات الحوار يعني استعداد الجميع إلى الاستماع بل الإصغاء إلى جميع بكل هدوء والتزام. إلا أن الحراك الشعبي لا يزال يغزو ساحات وميادين العاصمة الرئيسية في ثلاثاء الطلبة الداعم لمطالب الحراك. الشعارات لم تقل أهميتها عن سابقتها، بل حرصت على الدفاع عن إرساء أسس الدولة المدنية بجهاز عدالة النزيه. في رأي طالب الحل الأنسب هو أن يشوفوا الناس مختصين في هد نطواج السياسة، والحل راهو في وسط الشعب. الحل راهم يقولوا لهم احنا نديسيدي وشكون يمثلنا، حبينا احنا نعرفوا احنا نخيروا الممثلين تاعنا. قوم بدور كبير يا من ناحيه توعيه الشعب، وهو كيما نقولوا مقدمه تاع الجمعه، مظاهره تاع الجمعه. المشهد السياسي في الجزائر يتجه ببطء نحو الحل الانتخابي الذي يراه المراقبون الاسرع لحل ازمه البلاد، بينما يتخوف اصحاب القرار من طول الازمه في ظل المرحله الانتقاليه التي دعا إليها شخصيات وطنية ذات وزن ثقيل في الساحة. الحراك الشعبي يرمي بثقله في أروقة الجامعات الجزائرية، وذلك في انعكاس للمظاهرات السلمية للطلبة كل يوم ثلاثاء في مطالبات بدولة مدنية وأيضا بمرحلة انتقالية بشخصيات وطنية. صلاح الدين مقعاش، العربي، الجزائر.
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش القوات المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين في شبه جزيرة سيناء، حيث تقاتل القوات جماعات متشددة منذ سنوات، مؤكدة أن بعض هذه الانتهاكات يرقى إلى جرائم حرب. هذا ووثق تحقيق المنظمة على مدى عامين جرائم تشمل الاعتقالات الجماعية التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية ضد المدنيين. الانتهاكات في شبه جزيرة سيناء المصرية قد ترقى إلى جرائم حرب. هذه خلاصة ما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول الوضع الإنساني في سيناء. يوثق التقرير الأحداث التي وصفها بالجرائم المرتكبة من قوات الأمن المصرية على نطاق واسع ضد المدنيين في شبه الجزيرة. إن بعض هذه الانتهاكات وهي جزء من حملة مستمرة ضد جماعة ولاية سيناء المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية ترقى إلى جرائم حرب. تحقيق هيومن رايتس ووتش وثق على مدى عامين جرائم تشمل الاعتقالات الجماعية التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وهجمات جوية وبرية طالت مدنيين. وفي استهزاء صارخ بحياة المدنيين، فإن السلطات المصرية كثيرا ما تحصي عددا منهم بين المقاتلين المزعومين الذين تقع تصفيتهم حسب المنظمة. لقد أبدت قوات الأمن المصرية ازدراء كبيرا بحياة السكان، فعوضا عن حمايتهم حولت حياتهم اليومية إلى كابوس مستمر من الانتهاكات. المنظمة نقلت عن بيانات حكومية وتقارير إعلامية أن أكثر من 3000 مسلح مشتبه بهم وأكثر من 1200 جندي وشرطي قتلوا بين يناير كانون ثاني 2014 ويونيو حزيران 2018 في سيناء. وتزايدت وتيرة العنف في سيناء بعد إطاحة الجيش بالرئيس الشرعي محمد مرسي عام 2013. ينضم إلينا من نيويورك عبر خدمة سكايب نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش مايكل بيج، أهلا بك. إذن يميز ربما هذا التقرير عن التقارير السابقة هو نوعية المقابلات التي أجريت فيه، ومن بين الأشخاص الذين قوبلوا ضابطان سابقا عملا في هذه المنطقة، يعني ما أبرز ما قدماه من شهادات؟ نعم، شكرا لاستضافتي. كنا قادرين على مقابلة أكثر من 50 شخصا من موظفين وضباط سابقين وبعض المسؤولين الأمريكيين في الإدارة الأمريكية. وما اتضح لنا من هذه التحقيقات هو هذا الكم الكبير من التنكر الجيش المصري لحقوق الإنسان والسكان في تلك المنطقة في سياق حربها على داعش. الرسالة الأساسية التي استخلصناها هي أنه لو أرادت السلطات المصرية في الواقع أن تنجح في هزيمة داعش في ولاية سيناء وأن تحمي المدنيين، فإنه كان يتعين عليها مباشرة التوقف عن إجراءات التعذيب والمحاكمات خارج القضاء والتغييب القسري واعتقال التعسف فيما في ذلك اعتقال الأطفال. اعتقال الأطفال تحديدا، تحدثتم عن أنه جرى يعني اعتقال أو احتجاز أطفال دون 12 من العمر مع رجال بالغين، وأيضا تم احتجاز نساء ولو بشكل منفصل. تحت أي ظروف وتحت أي مسمى وتهم تم احتجاز هؤلاء؟ هذه هي المشكلة في الواقع. فبالنسبة لعدد من الأشخاص الذين قابلناهم، لا يوجد هناك عملية واضحة وقانونية ولا حتى حماية قانونية. الكثير من الأشخاص الذين التقينا بهم تعرضوا للاختفاء القسري من قبل الجيش المصري وأحيانا من قبل ميليشيات تعمل لصالح الجيش المصري. اختطفت هؤلاء الأشخاص
ولم تكن أسرهم قادرة على التواصل معهم، لم يكن لديهم الحق في توكيل محامين، حتى أنه لم توجه إليهم اتهامات، واحتجزوا لأشهر ولبعض الأحيان لمدة أطول. وهنا تكمن المشكلة، فالجيش المصري وقوات الأمن المصرية لا تتبع أي نوع من القوانين المحددة في تعرضها للمدنيين. طيب ماذا عن الأطراف المسلحة؟ وكنتم ذكرتم في التقرير بأنه أيضا يعني قاموا بانتهاكات، ما طبيعة هذه الانتهاكات؟ وإن كان هذا التقرير يفترض أن يؤثر على السلطات المصرية لتغيير نهجها في سيناء، ماذا يمكن أن يفعل يعني بالنسبة للأطراف المسلحة التي لا تتقيد بأي قانون؟ نعم، هذا سؤال ممتاز. بداية، من الصحيح أيضا أن منظمة Human Rights Watch قد وثقت انتهاكات فظيعة ارتكبتها تنظيم داعش في ولاية سيناء التي تدين بالولاء لداعش، وقد ارتكبت جرائم من قبيل خطف المدنيين وتعذيبهم وتنفيذ الإعدامات بحق الجنود الذين اعتقلتهم. لكن المشكلة هنا هي أنه بصرف النظر عن مدى فظاعه التنظيم في ولاية سيناء والجرائم التي يرتكبها، إلا هذا لا يقدم أي تبرير للجيش المصري لكي يتعامل بكل هذه الوحشية إزاء المدنيين في سيناء، فهذا يزيد من تعقيد الموقف في سيناء، وهو يسيء ويمس بالثقة بين المواطنين المصريين وحكومتهم. لذلك ما أود قوله فعلا، فإن هذه النقطة على درجة من الأهمية، يجب على السلطات المصرية تغيير نهجها وأن تفتح تحقيق في هذه الانتهاكات، وكذلك الأطراف الدولية الشركة لمصر يتعين عليها أطراف مثل ألمانيا والأطراف الأخرى. ذكرت الآن وأيضا في التقرير وجهتم نداء تحديدا لواشنطن وباريس لتمارس الضغط على السلطات المصرية كي تغير من هذا النهج، لماذا تحديدا واشنطن وباريس وكيف يمكن أن تؤثر؟ الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا حسب ما أعتقد من ضمن الأطراف التي تصدر أكبر كم من الأسلحة التي تقدر بالمليارات للرئيس السيسي ولحكومته، وهما يواصلان تقديم الدعم للحكومة المصرية على الرغم من جميع الانتهاكات التي تنتهك والتي وثقتها المنظمات التي تعمل سواء داخل مصر أو المنظمات الدولية، ليس فقط في سيناء ولكن كل الانتهاكات الأخرى التي وقعت بحق المجتمع المدني في مصر. لذلك فإن لدى هذه الأطراف الكثير من التأثير التي بإمكانها ممارسته لتغيير الطريقة التي تتعامل بها السلطات المصرية، و لا يقتصر هذا على الانتهاكات التي ترتكب في سيناء. نعم. وما لم تتحرك هذه الأطراف فإن الصراع سيزداد سوءا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من نيويورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة Human Rights Watch مايكل بيج، شكرا لك. يتوجه مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكلف بخطة السلام الإسرائيلية والمكلف بخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية جاريد كوشنر وجيزن غرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وأيضا الممثل الأمريكي الخاص لإيران براين هوك يتوجهون هذا الأسبوع إلى المغرب والأردن وإسرائيل سعيا لحشد الدعم لمؤتمر البحرين. هذا وأعلن البيت الأبيض أن اجتماع المنامة فرصة لتشجيع الدعم لاستثمارات ومبادرات اقتصادية محتملة يمكن لها أن تجعل السلام ممكنا، فيما أعلنت السلطة الفلسطينية أنها لن تشارك في هذا المؤتمر ودعت الدول المشاركة إلى مراجعة قراراتها. صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو ضغوطه على وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان لحضه على تقديم تنازلات تمكن من التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. وفي كلمة له في الكنيست قال نتنياهو إن الوقت ما زال كافيا لتجنب الذهاب إلى انتخابات برلمانية جديدة.
يمتلك نتنياهو أغلبية برلمانية، لكن من دون المقاعد الخمسة التي يحظى بها حزب إسرائيل بيتنا لن يتمكن من تحقيق الأغلبية. جوهر الخلاف بين ليبرمان ونتنياهو يتمحور حول قانون جديد يفوض الجيش بالتجنيد الإجباري لطلاب المعاهد الدينية والشباب اليهود المتشددين. حلفاء نتنياهو المتشددون يريدون الاستمرار بعفائهم من الجيش خشية أن تؤدي الخدمة الإلزامية إلى الانغماس في العلمانية، وهذا ما يرفضه ليبرمان رفضا قاطعا. تأجيل البت في هذه القضية كان أحد العوامل التي قلصت ولاية الحكومة الائتلافية السابقة التي استقال منها ليبرمان قبل الدعوة للانتخابات بشهور، لأنه لم يكن يوافق على سياسة الحكومة تجاه قطاع غزة. أنا مفتيق لكم شأن يمشيخ لفول. أتعهد بمواصلة العمل بكل الطرق الممكنة وضمن الوقت المتبقي لتشكيل الحكومة. أدعو أفيغادور ليبرمان إلى إعادة تقييم الأمور من جديد. أيها السادة، أيتها السيدات، لدينا 48 ساعة ويمكننا القيام بالكثير في هذا الوقت المتبقي. أيما خير بزور الكنيسة. ليبرمان قال في لهجة ملؤها التحدي إن مشروع القانون أصبح رمزا متعهدا بالضغط من أجل جراء انتخابات جديدة إذا لم تتحقق مطالبه. أكرر من جديد أننا نريد تزكية نتنياهو كرئيس للوزراء. نريد تشكيل حكومة نكون فيها واضحين وغير مساومين في مشروع القانون الخاص بالحريدم. لا نريد إضافة نقطة في المشروع ولا حذف فاصلة. هذا شيء لا نريد إخفاءه. يرفض ليبرمان المشاركة في حكومة ائتلافية دون شرطه تطبيق قانون التجنيد الإجباري، وهو ما يهدد مساعي نتنياهو بتشكيل حكومته قبل انتهاء المهلة المحددة يوم الأربعاء، ويعيد الأمور إلى المربع الأول ويعزز احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. أقرت الحكومة اللبنانية ميزانية 2019 رسميا شاملة تخفيضات كبيرة للأنفاق بهدف تقليص العجز المتوقع إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في مسعى لتفادي أزمة مالية. لكن المواطنين اللبنانيين يخشون من أن يفاقم إقرار هذه الميزانية الوضع الاقتصادي السيء بالفعل. تخفيض العجز من 11 إلى 7% من موازنة 2019 قدمته السلطة اللبنانية على أنه إنجاز حقيقي. هذا الرقم المهم هو قدرة الدولة والحكومة على الالتزام فيه، ومن هون بدي أقول سنعمل كوزارة مالية بأعلى درجات الجدية للبقاء بحدود نسبة العجز المقدرة. يأمل المعارضون لهذه الموازنة ألا تتكرر مفاعيل وعد وزير المال مرة جديدة، لأنه سبق ووعد بخفض العجز العام الماضي لكنه ارتفع من 8% إلى 11%. المراقبون لنشاط الحكومة الاقتصادية يصفون إنجازها بالسيء، فالحكومة أعفت الشركات والعقارات والاستملاكات العائدة للمحسوبين على السلطة من غرامات متراكمة عليها. الحكومة نفسها فرضت الضرائب على الشريحة الأكبر من الفقراء وذوي الدخل المتوسط. في عنا تقريبا 23 أو 24 بند هن ضرائب أكيد بشكل مباشر أو غير مباشر حتى للمواطنين. عندك رسم السير، عندك رسم السفر، جواز السفر اللي بطل في عنا 40 دولار صار أقل واحد حقه 130 دولار. عندنا رسم الاستيراد اللي هو الأخطر بالموازنة، عشان بنتيجة وجود الاحتكار بالسوق اللبناني ونتيجة التركز الشديد الموجود، شيء طبيعي انه 2% ما حتوصل للمستهلك 2%، حتوصل بنسب مضاعفة، وبالتالي وهذا الشيء حيطال غالبية السلع الموجودة. يعني هي شيء البند حدد نقاط كتير قليلة تعفى من هذا الرسم الاستيراد. الموازنة بالنسبة إلى المعترضين عليها حققت خفضا صوريا ارتكز على الاقتطاع من النفقات وزيادة الضرائب بهدف الحصول على أموال مشروع ساد الذي يقدم نحو 12 مليار دولار كقروض للبنان. بعدما انعدمت فرص قطع الطريق على موازنة الحكومة
لم يبقى للمعارضين إلا التظاهر أمام سفارات الدول المقرضة لها بهدف منع تراكم الدين العام الذي وبحسب المراقبين أطعم الأحزاب وجوع المواطن منذ التسعينيات. حسين خريس، العربي، بيروت. في بادرة نادرة تشهد مدينة سلا المغربية إقامة موائد الرحمن لإفطار الصائمين من الجالية الإفريقية المسلمة التي استقر بها المقام بالمغرب. مهاجرون منحدرون من دول إفريقية جنوب الصحراء وجدوا في هذه المبادرة دعما لهم في شهر رمضان، فالوجبات تقدم للجميع مجانا ولا يتطلب الأمر سوى الحضور نصف ساعة قبل موعد الإفطار. مع اقتراب موعد آذان المغرب تعد موائد الإفطار استعدادا لاستقبال عشرات الصائمين من الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء. مهاجرون شرعيون وسريون وجدوا في هذه المبادرة دعما لهم في شهر رمضان. أنا مهاجر سنغالي، أمضي رمضان هذا العام في المغرب. السنغاليون والمغاربة جدا سعداء بهذه الوجبات، خبز، بيض، حريرة، قهوة، حليب، فعلا كل شيء جيد. احنا فرحانين بالجالية الإفريقية اللي كتجي عندنا هنايا بالمائدة الرحمن، كتستفد معنا هنا في هذيك الفطار بالشباكية والحريرة والبطبوط وداك الشيء، جميع المأكولات المغربية اللي كمعروفة. موائد إفطار مزينة بوجبات رمضانية مغربية أعدت خصيصا لاستقبال ضيوف الرحمن في شهر رمضان الكريم، تتقدمها شوربة الحريرة سيدة الأكلات الشعبية المغربية. الحمد لله توفقنا هذا العام المرحلة الثالثة ديال عملية إفطار، وكنستقطبوا فيها الناس اللي مقيمين بالمنطقة من أفارقة منهم عابر السبيل ومنهم كيشتغلوا هنايا. الحمد لله كنقدموا لهم وجبه من وجبات اللي هي مغربيه اصيله. هي موائد لافطار الصائمين باتت عرفا مغربيا لا تكاد تخلو منه مدينه مغربيه، تسهر عليها جمعيه اهليه بهدف التقرب الى الله في شهر الفضيل. موائد تخصص لها إمكانيات لوجستية ومادية مهمة في مشهد رمضاني يعكس تنامي شعور بالتكافل الاجتماعي بين المغاربة. هكذا كان المسلمون ولا يزالون في شهر رمضان يفتحون أبوابهم ويتقاسمون موائدهم مع الصائمين، فالشهر كريم والبركة في كل البيوت. كريم القرقوري، العربي، الرباط. ونختم العربي اليوم كالعادة بفيديو من منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. أنا العربي، فيديو اليوم عن المسجد الذي ينوي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بناءه في العاصمة الإدارية على مشارف القاهرة والجدل المثار بشأنه. نتابع. العرب اليوم انتهى، ننتقل الآن إلى برنامجنا الخبر بقية مع زميلة أمل عرب. إليك أمل.